نرجع لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. هوريكم بس شكل الحله كده اللي عملنا فيها البايلا. بايلا بصوا بصوا كده بصوا كده بصوا الجمال. بصوا لسه المرق اهو بتاع الرز شايفين، خدت بقى من كل الصوص الحلو، وده دلوقتي هيتفتح وادي الكالماري والرز هيبدا. بصوا الجمال، وتعالوا بقى ايه نقفل ونسيبه لما ياخد تسويته خالص. الريحه تجنن، وطبعا الرز اخد من طعم يعني السمك، الحاجات الحلوه دي خدت من الصوص بتاع السمك، الرز اللي احنا عملناه والمرق فبيشرب منها. تعالوا بقى نعمل طبق سلطه كده لطيف حلو بالبنجر، بما ان البنجر نزل وبقى جميل ليه ما نستفدش منه مع الجرجير الحلو. طيب تعالوا نشوف كده طبق السلطه. عندنا طبق سلطه لطيف جدا، عندي بنجر، عندي جرجير، كوبايتين من الجرجير مثلا، كوبايتين من الخس الكابوتشي، عندي سمرتين من البنجر مسلوقين ومتقطعين مكعبات، سمر البرتقال مقطع مكعبات. نبدأ نعزز بقى السلطات الحلوة دي بقى بالحاجات اللي مفيدة. دريسنج عندي خل بلسمك، ولو مش موجود خل عادي أو خل تفاح، ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون، وطبعا رشة ملح وفلفل. طيب تعالوا بقى بسم الله. أنا هاخد الجرجير، والجرجير ده بنغسله كويس قوي، بننقع الخضرة دي في مية وخل. نمسك الورقة ورقة كده، إيه نعملها كده يعني تحت الحنفية مية جارية علشان نضمن الإيه الدنيا تبقى جميلة. خلاص خلينا بقى ناخد كده رصات من الجرجير. طبعا فواكه البحر بتحب الجرجير قوي، أو الأكل السمك عموما يعني، دايما كنا الجرجير لازم، الفجل، الإيه، السلطة، الطحينة، صح كده؟ في ناس افتقدتها الفجل، احنا ما بقيناش بنجيبه خالص يا جماعة، والله ما بقيناش بنجيبه على الرغم إنه مفيد جدا، الأحمر والأبيض. عايزة أقول لكم يعني من الحاجات الرائعة. فإحنا ليه؟ كده؟ بصوا بقى. عايزه اقول لكم بقى انه كلمه بايلا دي او الوصفه دي تحديدا مشتقه من كلمه بقايا. هو طبق في الاساس اسباني عشان تبقوا عارفين، عشان البايلا يعني ايه معروفه لناس كتير قوي. عايزه اقول لكم هي مش شرط تتعمل بفواكه البحر، يعني هي تتعمل بالخضار وتتعمل باللحوم او بالاسماك عادي، بس هو معظم الناس اللي بتعملها غالبا بشوفهم بيعملوها اسماك، لكن طبعا تقدروا تعملوها باي حاجه ثانيه ان شاء الله، نعمل منها وصفات ثانيه جميله. دي المزايا بتاعت الايه البايلا، شايفين رصينا كده الايه الجرجير، و هنقلب معانا الخس الكابوتشي، قطعوه بشكل جميل، ناخد كده شويه الحاجات المرطبه بقى المفيده، الخضار بقى الاخضر الغامق مع الاخضر الفاتح. شايفين الجمال، شويه كده من الخس الحلو الاخضر ده الفاتح، شايفين درجات الالوان جميله ازاي. محتاجين فعلا نرجع للاكلات الحلوه، هما يمكن بره في اوروبا وفي دول كتير قوي بيستخدموا على فكره الجرجير ده اساسي، والسبانخ اوراق السبانخ كمان يعني مش بس كده، فاحنا محتاجين بجد يبقى عندنا كمان نفس الفكره. تعالوا بقى نكسر بيه معلقه كده، ناخد البنجر بقى اللي احنا سلقناه وقطعناه، بصوا كده كده شايفين. طبق جميل، بنجر رائع، استخدموه اعملوه عصير في الصيف، لو عندكم فراوله مجمده شايلينها من السيزون اللي فات، معاكم رمان مجمد، اضربوهم مع بعض،
اضربوا الحاجات الحلوة دي مع بعض، واعملوا عصير منعش في الصيف، اعملوا منه آيس كريم، هيجرى ايه وتاكلوا آيس كريم يجنن. يعني انا يعني شايفة ان في حاجات كتير احنا ممكن نكون ممكن يعني نغيرها في نعمل ميكس حاجات مع بعض ممكن نكون ما جربناهاش قبل كده، بس ان شاء الله تعجب حضراتكم، والمهم انها تبقى ماشية مع بعض وطعمها مش يعني متضارب مع بعض. كده شايفين البرتقال الفيلي ده جميل جدا. مش معنى احنا بنعمل حاجات بالليمون، طب ما هو يعد من الموالح ايضا، ليه ما نستخدموش؟ شايفين الجمال. طيب دلوقتي بقى هعمل دريسنج بسيط كده. كده هناخد معلقة من الخل البلسمك، هاخد كده بولة صغنونة، خليني اخد كده ايه شرايح الليمون، كده وتعالوا بقى ناخد الايه نشيل الحاجات دي، ناخد شوية من الخل البلسمك، عايزه بس اخفه هنا، خليني هنا معلقه كده صغيره، هاخد عليها زيت زيتون ورشه ملح وفلفل بس كده اهو. ده الدريسنج اللي هنحطه على السلطه اللطيفه دي. بسم الله. عايزين تحطوا بصل احمر اهو، رشه ملح، وادي زيت زيتون اهو، هنقلب وهنحط رشه فلفل. وعايزه اقول لكم لو عايزين تحطوا عصير ليمون، بس كان الخل البلسمك قوي النكهه فانا عشان كده ما حطيتش معاه عصير ليمون اهو. وتعالوا بقى نصب على خليط القمر ده كده الله الله، شايفين الجمال؟ الله الله، هتستمتعوا بيها. تعالوا بقى الناس نوريكم كده السمكه، السمك بقى كمان، ادي السمكه وطبق السلطه الجميل ده تعالوا ناخد السلطه هنا اهي اوكي تمام، وادي السمكه نبدأ بقى نقول على وصفة لطيفة جدا خفيفة، أهم حاجة الحلو يكون خفيف. هيكون إيه؟ هيكون مهلبية لطيفة جدا بالشوكولاتة، وكل الولاد بيحبوها وهيستمتعوا بيها، وهي عموما اللي محبي الشوكولاتة ناس هتستمتع بيها كتير. تعال نقول بسم الله. عندي مهلبية بالشوكولاتة، هنقول مقاديرها وأنا هبص برضه. بصوا الجمال، بصوا بقى الحاجات، بصوا الجمال، بصوا شموا الروايح، نفسي حضراتكم تبقوا مكاني وتشموا الروايح. يا نهار ابيض، واو، بصوا الرز، بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا شايفين؟ بتتشرب خلاص اخر حاجه اهو، شايفين؟ ما شاء الله، الله 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 الله. طيب تعالوا بقى نعمل المهلبيه عقبال ما البايلا تطلع معانا ان شاء الله ونقدمها. عندي لمكونات المهلبيه لتر من اللبن، او هنعمل 4 كوبايات يعني لتر. عندي نص كوبايه من السكر، 3 معالق من الكاكاو او 2 معالق كبار من الكاكاو الخام، يفضل الكاكاو الخالي من السكر لان انا هضيف شوكولاته قابله للدهن، حوالي 1/4 كوبايه يعني حوالي 2 معالق كبار منها. وعندي طبعا فانيليا و3 معالق كبار من النشا. طيب قبل ما اعمل اي حاجه خالص هاخد كده الحله دي وهاجي هنا بسم الله، وهبدا اخد اللبن على البارد الاول، كل حاجه على البارد علشان حضراتكم تقدروا تتحكموا في القوام وهي على النار. انا بس بشغل النار هنا عشان ابقى ضامنه ان ايه الحراره هنا كويسه وثابته وتمام. تعالوا بقى نبدا نضيف كده، ناخد وسك بسم الله
اهو، وناخد اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاخد الكاكاو، كاكاو الخام، انا جايبه كاكاو اسباني. خلينا ايه نقلب كده الاول مع السكر. طيب هنقلب الاول تقريبه كده، ندمج الايه الخليط الجميل ده مع بعض الاول، الكاكاو مع ال كده، نقلب تقليبه حلوه كده. عندي الفانيليا ونقلب. هاخد النشا، عندي النشا حاطين 3 معالق، ادي معلقه، ادي 2. تعالوا نشوف كده القوام، ولو حسينا ان محتاجين تاني هنزود، عشان ده النشا كورن فلاور مقاديره بتبقى مظبوطه عن اي نوع نشا تاني سايب او هتجيبوه من العطار. بعد كده لما هتتعاملوا مع انواع نشا معينه هتفهموا انه تبقوا عارفين ده معياره قد ايه، ولو حطينا منه نفس المعيار هيبقى هو ولا لا. تعالوا بقى نرفع الحاجه الجميله دي على النار ونقلب. الشوكولاته مش هضيفها دلوقتي خالص، قبل ما تدخل في التسويه هضيفها. روايح الاكل الجميله دي، شايفين؟ نقلب تقليبه حلوه، نرفعها كده على النار بعد ما حطينا اللبن، حطينا الكاكاو الخام، حطينا السكر، حطينا الفانيليا والنشا كده. نقلب تقليبه حلوه كده، نبدا بقى ناخد هنا. انا بس بجهز الايه، عندي شوكولاته بيضة وعندي دول للجارنش، خلي الشوكولاته الخام جنبي هنا. بسم الله، ونقلب تقليبه حلوه. ونقلب تقليبه حلوه. بص الرز لما نفش الحاجه عليت ازاي، من انا اصل الريحه تطلع عليا مش عارفه اروح من هنا. الله. وانت قلت لهم ايه يا مطاع؟ طيب نقلب بقى الحله، نلفها كده عشان انا لقيت ان الحراره هنا. بصوا هنا، بصوا الرز كل شيء هيبقى تمام، روعه. يلا صحه وهنا على قلب اللي هياكل. الحله دي اتصدرت. ادوق اهو، بصوا الجمال، بصوا. ادوني بالظبط دقيقتين وهنبدا نقدمها مع بعض. شفتوا بقى اخدت تسويه الرز جميله ازاي على الهادي. تمام، بسم الله، هنقلب بقى. بدا اهو، حسيت بالواسكه تحت ان بدا النشا ايه يدي قوام للمهلبيه. مش هضيف دلوقتي الشوكولاته القابله للدهن، على فكره بتدي طعم حلو قوي. اذا هنفترض ان طعم الكاكاو اللي موجود عند حضراتكم مش هو الطعم اللي يعني هيبقى غني في الوصفه دي وحلو قوي لدرجه ان ايه الطعم يبقى محبب قوي، لانه برضو خلوا بالكم المهلبيه الشوكولاته اي نوع بنحط فيه شوكولاته لو كان التيست بتاع الشوكولاته او الكاكاو نفسه فيه مش حلو بيأثر على الطعم كله. فانا بدعم بحاجه حلوه علشان تغنيني عن ان لو لا قدر الله الكاكاو نوعه مش قد كده ابقى انا برضو امنت نفسي واديت نفسي طعم حلو انا حباه. طيب بنقلب بقى تقليبه كده، شايفين الجمال؟ اتمنى يا رب ان احنا نرجع تاني للحاجات بتاعه زمان، الخضروات الكتيره قوي قوي اللي كنا مفتقدينها واللي هي بسيطه وزهيده الثمن ولكن يعني عاليه القيمه الغذائيه جدا. ونبدا نحطهم في السلطات بتاعتنا، مش هيجرى حاجه لو عملنا الفجل الاحمر والفجل الابيض والجرجير وقطعنا كمان شويه خضره زي البقدونس والكزبره الخضراء. في ناس ما بتحبش الشبت يمكن في السلطه قوي، هو بيليق مع بعض الحاجات لكن مش كلها، ونسبته لازم تبقى اقل بكتير من البقدونس والخضروات الاخرى.
مع الخس مع الخيار، يعني نبدأ كل ما نكتر في الألوان والحاجات الحلوة اللي احنا بنحبها مع وجبات معينة وندخلها في وسطيها، هتبدأ تبقى الولاد هيتعودوا عليها وهيبقوا يتقبلوها مع الوقت وهتبقى ثابتة في حياتهم. وسبحان الله الواحد اتعود عليه من هو طفل صغير هو نفس اللي عايش عليه هو كبير، لأنه لو ما كناش جربنا حاجات كتير جدا ما كناش طلعنا، يعني غالبا لازم نجرب حاجات كتير جدا جدا عشان هنطلع بمضمون منها. فكل ما قننوا الحاجات اللي هيجربوها الولاد كل ما هتخلوهم ياكلوا لهم اصناف معينه. في اولاد ما بتاكلش خضار خالص وده مش حلو، يعني بيعوضوا بحاجات تانية، بس الخضروات مفيده جدا جدا ومهمه. طيب هنبدا بقى نقلب كويس لحد ما تبدا ايه تدخل على انها تاخد القوام الحلو كده. هيتقل وانا مش عايزه اتغرق ان انا اسيبها كده فلاقيها خفيفه فاقول لا دي خفيفه فهزود وانا لسه ما اديتهاش فرصتها انها تغلي، لان دي برضو مشكله بتخدع ناس كتير حتى في البشاميل على فكره في موضوع الدقيق ده، يعني ممكن نبقى احنا قاعدين بنقلب ايه ده يا ربي ما تقلش فتروح فورا مستعجله ومزوده وهو يكون ما خدش وقته اصلا انه يغلي. بيقولوا لي جوه فنوصل لمرحله وحشه قوي. فما فيش داعي ان احنا يعني نستعجل، خلينا على الهادي كده. ودي من الحاجات الجميله، يعني احنا عايزين نستمتع بالصنف اللي احنا هنعمله. نعمل كده اهو بدات تغلي. خليني ايه ممكن اشيل من هنا شويه النشا دول، ممكن اخفهم شويه ميه عاديه واشوف هحتاج منهم نقطه او اتنين لو انا حسيت اني محتاج. بسم الله اهو كده خليه جنبي، مش ممكن ما استخدمش الكميه كلها، على صغيره كمان تكفيني يعني اهو كده. ونقلب. بصوا بقى بدات تتقل، فانا مش هضيف دلوقتي، شايفين هتشوفوها حالا انا مع حضراتكم برضو مش هعمل حاجه الا لما انتوا معايا اهو. معلش عشان تبقى الدنيا واضحه كده. الله 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 بدات بقى ايه. يلا نضيف دلوقتي الشوكولاته القابله للدهن. بصوا الجمال، شايفين؟ ندي بقى تيست حلو ندعم الاول عشان بناء عليه نشوف سمكتها هتلاقوا طعم يجنن. بسم الله ندوبها في وسط الخليط الحلو ده. اي نوع تحبوه طعمه حلو، وطبعا النوع اللي احنا عارفينه كلنا ده اهو. شويه نشا كمان، انا حطيت الحقيقه معلقتين في الاول ما حطيتش الثلاثه. ونبدا ايه نقدم بقى. هنقدم دلوقتي البايلا مع بعض كمان في طبق صغير كده. يلا بينا كده. عليت جامد. الرز عمل شغل تحت. ما شاء الله ما شاء الله. والله اللي هياكل بقى ما شاء الله ممكن نستغله في اوقات لما النور يقطع. نقطه النشا بس، ما انا دوبت المعلقه بقى الاخيره دي ونزود بقى على حسب ما احنا عايزين. ايوه بصوا الجمال. بقى كده الريحه اختلفت عشان ريحه الشوكولاته. ممكن اخد كده طبق بقى من المدورين دول. مش عايزه بس اسيب المهلبيه. هدينا على الرز، انا كل ده مهديه على الرز عشان كده هو يا دوب بيتشرب عادي. الريحه اتجنن. صوص بقى
يلا بينا بقى نغرف. ممكن طبق كده، بسم الله، ناخد كده حبة صغيرين، عايزة أقدم معهم قطعة سمك، قطعة نسيت اسمه ايه؟ جمبري والجندوفلي، وطبعا الله 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 شوية كم واحدة كلمة راية كده، فنبين بس ان هنا في شوية الحاجات الحلوة دي. والمهلبية خلاص يا جماعة، ابشروا الحمد لله، اهي شايفين القوام اهو. يلا ونغرف بقى، يلا بينا هرفعها، يلا بينا تعالوا بقى. يلا هنقدم بقى احنا الحبة اللي باقيين دول بقى، هديهم في طبق كبير كده ونرجع بقى لحضراتكم. الله، كم واحدة جندوفلي كمان على الوش كده، الله الله شايفين الجمال. تعالوا بقى تعالوا نمسح حرف الطبق كده، رشة بقدونس خفيفة كده كده، وهديهم بقى هما نقدم في سيرفيس كبير كمان الطبق بتاعنا الحلو ده. يلا بينا، ادي طبق البايلا، وتعالوا بقى نقدم المهلبية القمر دي. عايزة نشيل دي وناخد، هنقدم بس المهلبية هنا، وهقدم لكم كمان اللي احنا هنصبها حالا، هوريكم قوامها عامل ازاي. بصوا كده في الراميكانز دول حلوين قوي، او في كابس زي ما احنا عاملين اللي متاح. بصوا بصوا القوام، واو اهو شايفين اهي، واو يا سيدي، الله الله. تاني، بسم الله، حبه شايفين الجمال، شايفينها ناعمه وصوفت ازاي، بسم الله. اهو شايفين بقى اللون. تعالوا بقى نمسح الحروف ونجملها بشويه فستق او لوستق او بندق، شويه فستق بقى كده في النص. كم واحده بقى من اللوز الحلو ده هنا، بس كده يلا بينا. لازم نقدم بقى الطبق الكبير ده الاول، ده مهم جدا بالنسبة لي الحقيقة. وشايفين بقى المهلبية عاملة ازاي؟ رائعة زي ما حضراتكم شايفين كده، ممتازة. أنا طبعا هوسع لها مكان بقى عشان إيه؟ نحطها هنا في المكان الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تدخل بس التلاجة لمدة ثلث ساعة، هتطلع رائعة، تستمتعوا بيها جدا. وهوريكم برضو الايه، شوية الكبس اللي احنا عملناهم برضو ممكن نقدمهم معاها كده. الله بصوا قوامها والطعم بقى بتاع الشوكولاتة القابلة للدهن، اللي هي يعني خلت بقى القوام كده جميل. خليني بس اعمل كده، ينفع احط لكم دي هنا احتياطي لو انتوا حابين. حلو قوي كده، تسلموا حبايبي. في بس طبق كبير هحطه هنا بعد اذنكم عشان البايلا تبقى اتقدمت في طبق كبير كده، واصدقائنا شافوا الطبقات اللي كانت من الرز وكانت من الفواكه البحر كلها. التسبيكه بتاعت الاول الخضار مع بعض والطماطم والحركات الحلوه والتوابل، وبعدين نزلنا الرز وسقيناه بمرق السمك او الجمبري زي ما تحبوا.
وبعدين حطينا بقى رصينا حاجاتنا الحلوه. شوفوا بقى هتاخد من الطعم الحلو السمك الفيليه والكاليماري والجمبري والجندفلي، وهتستمتعوا بيها مع الرز. يا دوب اخدت ميه الرز، انا لا ضفت ميه زياده عن الرز وتسويته ولا اي حاجه، هي تسويه الرز. انسوا خالص انكم حاطين اي حاجه على وش الرز علشان يطلع مفلفل ويطلع جميل وتمام. السمك ما بياخدش حاجه، البخار بيسويه. عملنا السلطه اللطيفه اللي قدام حضراتكم اللي هي من الجرجير اللي احنا مفتقدينه دايما، والبنجر والخس والبرتقال، وعملنا لها كده دريسنج لطيف خفيف من زيت الزيتون ورشه ملح وزيت زيتون، وعملنا مهلبية الشوكولاته. اتفقنا ان لو عندنا اي نوع كاكاو، اي نوع كاكاو مش قوي يعني طعمه مش قوي وعايزه مش عايزه اخسره، طبعا شيلوه في الفريزر. على فكره انا بشيل الكاكاو على طول في الفريزر، بناخد منه ونطعم بشويه شوكولاته قبل للدهن بشكل لطيف وجميل. علشان ايه؟ علشان تدي التيست الحلو، لانه طبعا طعم الكاكاو لو مش حلو مش هيخلي الوصفه طعمها حلو. والسمك اللوت اللي احنا عملناها بالسماق وبال بصل وبال يعني شويه الخضار الجميله جدا. سمك اللوت من الاسماك الجميله وينفع تقلوه على فكره، يعني السمك اللوت من كمان لما بيتقلي بيبقى طعمه حلو قوي، بيتقطع وبيتقلي يبقى جميل جدا. اتمنى يا رب ان الوصفات تكون نالت الاعجاب، واخيرا اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.